في التربية ده، فأكيد تعرفه كيف سباق سباق إعلان عليه. فهبت مع 15 كسابقتين إن شاء الله الرحمن الرحيم، فهي غادي تكون تحت الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، وهذا بحد ذاته حالة نعتز به وافتخار كبير، وفي نفس الوقت عندنا واحد المسؤولية باش إن شاء الله نكونوا عند حسن النية ديال سيدنا الله ينصره. فالماراثون الدولي لمدينة الدار البيضاء غيعرف الطبعة ديالو 15، وكيف تتعرفوها فإن شاء الله الرحمن الرحيم فهي حداث بشرف الرعاية السامية ديال صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله. وهذه السنة فهاد الطبعة غادي تعرف واحد الجديد كثير وكبير بزاف، حيث أنه إن شاء الله الرحمن الرحيم فهي غادي تكون واحد الطبعة اللي غادي يكون الانطلاق ديالها والوصول ديالها من خلال ساحة محمد الخامس، يعني من إحدى الولاية ديال جهة الدار البيضاء ستات شارع حسن الثاني، والمدار كله فهو غادي يكون إن شاء الله في وسط مدينة الدار البيضاء. فهذه بالنسبة لنا واحد الجديد اللي من خلالكم تنتقدم يعني بالشكر الحار للسلطات العمومية والسلطات الأمنية بجميع الأجهزة ديالها اللي قبلوا يعني أمنوا لنا هذا المسار باش نكونوا يعني في وسط المدينه ديال الدار البيضاء، وباش نعطيو فرصه للساكنه ديال مدينه الدار البيضاء تقاسم معنا داك الفرحه، لان حنا بغينا ان هذاك الاسبوع ديال 21 اكتوبر حتى ل 27، فبغينا الجميع الزوار ديال مدينه الدار البيضاء والساكنه ديال مدينه الدار البيضاء يحسوا بان كاين تحضير لواحد الماراثون يوم الاحد، وبغينا ان الجميع يشارك ولو غير يخلي الطوموبيل ديالو نهار الاحد في الباركينغ ديالها ويجي يساهم معنا بالتشجيع ديال داك المتسابقين اللي غيجريو 42 كيلومتر او اللي غيجري 21 او اللي غيجري 10 كيلومتر. فهاد السنه فكيف شفتوا بغينا نعطيو جميع الظروف الجيده للماراثون ديالنا بالنجاح، وهذا اللي جعلنا انه يعني حتى التحفيزات الماليه فاحنا يعني ضربناها في جوج ضاعفناها باش وصلناها ل 120 الف درهم، لا بالنسبه للذكور ولا بالنسبه للرجال، فحنايا غادي تكون نفس لابخيم بور لو غانيون ديال لو ماراثون. فلحد الساعه وحنا انا تنتكلم معكم يعني تنقولها بواحد الاعتزاز وصلنا لاكثر من 35 جنسية اللي مسجلة، حيت كي تتعرفوا فاحنا بدينا تسويق الماراثون اكثر من هذه اكثر من 4 شهور من خلال واحد الارضيات لي بلاتفورم دولية مثل finisher.com ومثل الورد اتليتيكس واخيرا في كازاوي بويما، وهذا اللي سمح لنا انه جلبنا بزاف ديال المنخرطين متسابقين دوليين اللي باغيين ان شاء الله الرحمن يجيو يشاركوا معنا في الويكاند ديال 27 اكتوبر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.